السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو دوت هنشرح إزاي ننصب نظام أي نظام بتوسيعات لينكس زي أوبونتو مثلا أو فيدورا أو مينيت على الجهاز البي سي بدون سي دي أو يو اس بي فلاش. طبعا التنصيب هيكون على بارتيشن، مش هيكون كنظام وهمي، يعني هيكون نظام بالفعل. الطريقة كالتالية: تروح أول حاجة لموقع التوزيع، مثلا لو مينيت، لو فيدورا، لو أوبونتو. أنا مثلا أختار أوبونتو. اختار التوزيع اللي أنت عاوز، اختار اللي أنت عاوز تنزله. أنا نزل مثلا 64 بت، طبعا على حسب إمكانيات الجهاز بتاعك. ماشي، لو مثلا افرض 32، أغلب الناس هتنزل 32. وهتبتدي تعمل داونلود. بعد ما تعمل داونلود هتروح لمكان الايميج اللي انت نزلته. هتحتاج فقط برنامج الوين رار او برنامج الباور ايزو او برنامج الالترا ايزو او النيرو، اي برنامج. خلينا في ابسط برنامج اللي هو الوين رار. هتروح تفتح الايميج عليه، هتختار اللي هو الملف الاي اكس اي، تشده بره كده، نقول له دبل كليك، تمام. هنختار البارتيشن اللي احنا عاوزين نسطب عليه. انا مثلا عندي بارتيشن اللي هو الاتش دوت، انا عامله الاوبونتو مثلا، فهنختار مثلا الاتش. بالنسبه للمساحه تقدر تختار المساحه اللي انت عاوزها، يجيب لك اقصى مساحه في البارتيشن. في طريقه ان انت ممكن تنزله على السي مع الويندوز، لكن ما انصحكش عشان الطريقه لما تيجي تشيلها هتبقى فيها مشكله بالنسبه لك. اكتب اسم المستخدم، اختار اللغه، واكتب كلمة السر. تمام، وبعد كده هتقول له ثبت. هتعمل اعادة تشغيل ويستكمل. هتبص هتلاقي اثناء الدخول، اثناء ما تفتح الجهاز، هتلاقي ويندوز 7 او ويندوز 8 وأوبونتو، او على حسب التوزيع اللي انت استبطأ. دي اسهل طريقة لتنزيل توزيعات لينكس على اجهزة البي سي. طبعا دي اجهزة البي سي وليست اجهزة الماكنتوش، بطريقة سهلة جدا وفي نفس الوقت بدون يو اس بي او بدون سي دي. هتعمل بقى التشغيل وتستكمل. اتمنى ان يكون الشرح نافع لاخواني، وان شاء الله مع الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.